السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الصحة وجمال، أحييكم وحلقة خاصة جدا مع وان ايتي كلينيك. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، ولا تقل يا رب إن لي هم كبير، ولكن قل يا هم إن لي رب كبير. أعتقد اعتقاد كبير إن أصحاب السمنة في هم، ألا وهو هم إنقاص الوزن. الكل يطمح، الكل يطمع إلى الجمال وإلى الرقي وإلى الرشاقة، سواء كان رجل أو امرأة. الكل يحب الجمال، فإن الله جميل يحب الجمال، الجمال الذي تشتاق إليه النفوس وترتقي به الأرواح، سواء كان رجل أو امرأة. الكل يسمو إلى الجمال وليس الكمال، فإن الكمال لله وحده. كتير من الناس بتطمح أن يكون صاحبة قوام رشيق مثالي، كتير من الناس بتطمح أن شعرها يكون كما خلقه الله وليس هناك تساقط للشعر أو كثافة في الشعر. الكل يطمح أن يكون جلد البشرة جلد نظيف جميل له رونق له بهاء، ولكن كثير من العوامل الطبيعية وغير الطبيعية أو مياه أو غيرها تؤدي إلى تساقط الشعر، تؤدي إلى تغيير في أنواع البشرة. هناك أنواع كثيرة من البشرة، منها البشرة الدهنية ومنها البشرة الجافة ومنها الطبيعية ومنها المختلطة. أسباب كتير وشكاوي كتير من السيدات أو من الرجال في اختلاف نوع البشرة. لما يكون النهاردة افتتاح وان ايتي كلينيك المتخصص في علاج مثل هذه الحالات ورجوع الإنسان إلى القوام الرشيق القوام المناسب وأيضا الجمال الشكلي، هيكون النهاردة في وان ايتي كلينيك. وان ايتي كلينيك المتواجد في 43 شارع مصدق في الدقي، وهو مكان فعلا يعتبر من أجمل الأماكن ويعني امتياز قوي جدا في مثل هذه المشاكل، والتخصص نادر في حل هذه المشاكل. النهاردة طبعا زي ما شايفين في تورته، يعني النهارده في افتتاح. النهارده السبت 29/8/2020 هيكون النهارده يوم خير، يوم امل، يوم جميل لكل البيشنت، لكل المرضى، لكل من يعاني من تساقط شعر، لكل من يعاني من مشاكل او عيوب في البشره، لكل من يعاني من سمنه زائده، لكل من يعاني من نحافه. هيكون هذا في وان ايتي كلينيك يحل جميع هذه المشاكل، يحل جميع هذه المشكلات التي تقابل كثير من الناس، التي يطمح الكثير أن يكون صاحب شكل جميل، صاحب قوام مناسب. النهاردة الافتتاح، وألف مبروك لوان ايتي كلينيك، وإن شاء الله يكون من الأماكن المتخصصة في علاج مثل هذه الحالات. بداية قبل ما احنا نحتفل جميعا بالتورته الموجوده، هيكون معايا الاستاذه درمين اللي هنتكلم معاها عن تخصص هذا المركز. برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك. احنا اولا بنقول لكم احنا تشرفنا كلنا بان انتوا جيتوا النهارده ونورتونا في وان ايتي كلينيك. عائله وان ايتي كلينيك بترحب بيكم كلكم. احنا في المركز، المركز بتاعنا احنا بنقدم لكم تخصصات كتيره جدا فيه. عندنا الدكاتره كلها الموجوده كلها ماجستير، عندنا الطائم كله امتياز، ما عندناش تمريض، دول اللي يعني بيبقوا مع المرضى دايما. المركز بتاعنا بيعالج مشاكل الشعر والبشره، وفي ازاله شعر ليزر باحدث الاجهزه، وبرده في علاج طبيعي بيعالج لو حد عايز يخس، وده طبعا كل الناس بتبقى محتاجه له دلوقتي. احنا في الفتره اللي جايه دي ان شاء الله الاسبوع الاول من الافتتاح عاملين عروض حلوه جدا متميزه جدا جدا، تقريبا 40% 40% من السعر الاصلي. تمام. لمده كام؟ قد ايه؟ لمده اسبوعين ان شاء الله، ابتداء من النهارده لمده اسبوعين. العروض بتاعتنا مش موجوده في مكان تاني، يعني هم ممكن اي حد بيشوف العروض بتاعتنا على البيج بتاعت الصفحه هيلاقي العروض بتاعتنا متميزه جدا جدا، بس دي لمده اسبوعين بس ان شاء الله. بيج الصفحه على الفيسبوك، يكتب ايه على الفيسبوك عشان نعرف بس ندخل له؟ وان ايتي كلينيك. وان ايتي كلينيك. وان ايتي كلينيك. هل هناك امل في المرضى او الذين يعانون مثل هذه المشاكل، هناك امل انه يرجع تاني
اللي نفس البشرة اللي ربنا خلقه بيها الطبيعية، المشاكل اللي موجودة في البشرة عامة أو تساقط شعر أو خلافه عند المريض اللي بيجيلك، أمل إن هو في خلال مدة وجيزة بيرجع يعني صاحب وجه جميل؟ أكيد طبعا، إحنا عاملين ده علشان نعالج مشاكل كتير لناس كتير، للوش والبشرة وكل الحاجات دي. عندنا قسم وعندنا فريق كويس جدا جدا بيقدر يعمل الحاجات دي، منهم دكتورة. أهلا بك يا دكتورة. ماسكة الحاجات دي كلها، بتعمل ليزر، بتعمل تقشير فراكشنال، بتعمل يعني عندنا كل حاجة. هي بتبتدي مع البيشن ستيب باي ستيب لغاية ما بتوصل معي لدرجة ان هو يبقى خلاص ان شاء الله تماما. ان شاء الله ربنا يوفقكم بإذن الله وافتتاح خير ان شاء الله ويكون في بركة وخير. طبعا شايفين الأستاذة نرمين بتقطع التورتة عشان بنحتفل جميعا ب180 كلينيك، هذا الصرح المتميز الجميل الذي يخدم كثير جدا من فئات المجتمع، ليس رجالا أو نساء بل شبابا بل أطفالا أيضا، لأن هناك بعض هنقول مش هنقول تشوهات، ولكن في بعض الأطفال اللي هم بيبقى برضو لازم لهم تصحيح للبشرة، فهو صرح متميز، صرح رائع، صرح جميل جدا، وفعلا بيهم الناس كلها، الناس اللي هي عايزة تحافظ على نضارة الوجه، الناس اللي هي عايزة تحافظ على الشعر. كتير جدا من البنات أو السيدات تقول أنا قبل الزواج من الاضطرابات النفسية ودخل على جواز بلاقي الشعر كله في المشط، وفي برضو بعد ما يكون في حمل أو ولادة في بعض السيدات تعاني من هذا الأمر وهو تساقط الشعر، وبتقلق جدا إن أنا يعني أنا كنت متجوزة وشعر تقيل وشعر غزير، طب دلوقتي جوزي هيقول إيه؟ فأنا عايزة أتجه إلى المكان المتخصص لمثل هذا الأمر، فتتجه الـ 180 كلينيك. ايضا البعض الحاجات اللي بتبقى موجوده او الديفوهات او العيوب اللي بتبقى موجوده في الوجه، ايضا 180 كلينيك يعالج كل هذه المشاكل اللي بتبقى موجوده في البشره. ايضا بعض الديفوهات اللي بتبقى موجوده في الجسم سواء كان او سمنه او ترهلات، ايضا 180 كلينيك يعالج مثل هذه الامور. نحتفل الان جميعا مع افتتاح 180 كلينيك. على المدير الإداري لهذا الصرح الطبي الجميل، تعرف حضرتك؟ مهندس عماد صقر. أنا مش مهندس. يا ترى برضو زي ما قلت أستاذ نرمين، هل هناك أمل وإن شاء الله يكون أي حد داخل 180 كلينيك يكون عنده أمل إن هو تشينج
يعني تغيير كامل في الشكل، في القوام، في البشرة، في الشعر؟ هل هناك أمل في مدة وجيزة أن احنا بنخلق حالة من السعادة للبيشنت اللي بيجي هنا؟ زي ما قالت مدام دلمي من شوية، فعلا احنا عندنا طقم طبي على أعلى مستوى، كلهم يعني أقل حاجة فيها ماجستير، فكلهم عندهم تعليمات طبية عالية جدا جدا، متابعين شغالين على الأجهزة فيها متابعة للبيشنت. مش هيتم الحاجات اللي بتتم العلاج ليها، مش هتتم في جلسة أو اثنين أو ثلاثة، بيبقى في تدريج في الجلسات وفي متابعة أثناء بين الجلسة والجلسة مع الدكتور. بيبقى في برضو بعض الكريمات بيستعملوها، بعض الأدوية اللي ممكن يمشوا عليها، فدي بترجعهم طبعا زي ما حضرتك قلت كده، بيبقى في أمل كبير جدا إنهم يرجعوا. مش هنقول بننزل 100%، بس على الأقل بيبقى قريب جدا بنسبة 90-95% ترجع البشرة بتاعتهم للطبيعة بتاعتها طبعا. جميل. في بعض البيشنت وبعض الناس اللي نفسها تطمح للكمال والجمال، ولكن بتبقى متخوفة جدا من موضوع الأسعار، يقولك السعر اكسبنسيف قوي، مغالى فيه، السعر غالي جدا، فلا يقدم على مثل هذه الخطوة. برضو نطمن المشاهدين ونطمن رواد 180 كلينيك ان السعر مناسب ولا مش مناسب؟ الحقيقة الأسعار تنافسية جدا جدا الحمد لله. احنا عملنا دراسة كاملة، دراسة جدوى قبل ما نقوم حتى بانطلاق او وضع الأسعار في المركز بتاعنا. شفنا كل الأسعار في المناطق اللي حوالينا والمناطق المحيطة وعلى حتى مستوى الجمهورية اوفر اول، يعني لحد ما حطينا أسعار مناسبة جدا، تنافسية جدا جدا. زائد ان احنا زي ما مدام نرمين قالت، بدأنا الأول بعرض سعر او بأوفرز موجودة بنسبة 40 وفي بعض الحالات بنسبة 50% عشان نعمل اتراكشن للبيشن ونعمل اتراكشن للناس ويجوا يجربوا ويشوفوا الكلام دوت. بعد كده هتبقى في الأسعار ترجع لطبيعتها، بس هي برضو دايما هتبقى في متناول الجميع او يمكن تكون اقل حتى من الاسعار اللي موجوده اراوند الكلينيك في المنطقه الدقي. يعني برضو بنقول ان في تنافس بين هنا وانيت كلينيك وبين التخصصات الاخرى في اماكن تانية. تمام. في برضو تخفيض في الاسعار، لان في بعض البيشنت بيبقى متخوف فعلا ان يكون الاسعار مغالى فيها وما يقدرش يقول لك خلاص انا سيبني زي ما انا بقى، انا لا هاجي ولا هروح. تمام. عملنا دراسه جدوى لكل المناطق اللي حوالينا وكل المناطق حتى اللي هي فاروي شويه، وحطينا الاسعار بناء على الكلام ده كله مع وجود الخدمه المميزه من الطاقم الطبي اللي موجود. وزي ما مدام نرمين قالت ان كمان حتى التمريض عندنا مش تمريض، ده كلهم بيبقى دكاتره امتياز يعني جي بي، فكل الموجود هنا على درجه عاليه جدا جدا من التعليم او من الماده العلميه يعني، فبالتالي عنده خدمه عاليه جدا جدا ومع ذلك اسعار اقل او تقريبا موازيه للاسعار اللي موجوده حواليك. جميل جدا. شكرا لحضرتك يا فندم. مشاهدينا مشاهدي قناه الصحه وجمال، طبعا احنا مبسوطين جدا كقناه الصحه والجمال ان احنا سباقين في حتى الافتتاحات المراكز الطبيه، ونحتفل جميعا بافتتاح 180 كلينيك الان. أكيد أي حد فينا بيطمح إن هو يصل إلى مرحلة من الجمال وليس الكمال. الكمال لله وحده، ولكن الجمال الكل بيطمح إلى الجمال، جمال الشكل، جمال المظهر، والجمال الخارجي في الشكل العام. أكيد أي راجل بيحب إن هو يحافظ على قوامه، يحافظ على بشرته، وأي امرأة أيضا تحب إنها تحافظ على قوامها، تحافظ على بشرتها، تحافظ على شعرها. أكيد التخصص بيكون هنا سبب قوي جدا في معالجة مثل هذه الحالات. بنيجي نشوف كتير جدا من النساء بتشتكي ان هناك تساقط للشعر، شعرها بيكون في كل فترة كده بينزل في المشط بشكل مكثف جدا. كتير من النساء بتشتكي من بشرتها، اذا كانت بشرة دهنية او بشرة جافة، وكل بشرة بيبقى ليها مشاكلها. كتير بتشتكي من حاجات كتيرة جدا في الجلد، اذا كانت بقع داكنة، بقع سمراء،
عايزه تفتح بشرتها، عايزه تعمل حاجات كتير لتصل الى الجمال المطلوب. ان الله جميل يحب الجمال. ومعانا دكتوره متخصصه في وان ايتي كلينيك لمثل هذه الحالات، لحالات الجلديه، حالات البشره، ومعالجه كل انواع البشره، ومعالجه تساقط الشعر، وكتير هنعرفه مع الدكتوره. نتعرف بحضرتك دكتوره نهى السيد، اخصائي الامراض الجلديه والتجميل والليزر عيادات وان ايتي كلينيك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. مشاكل كتيره جدا تعاني منها بعض النساء وايضا بعض الرجال. اعرف المشاكل، اغلب المشاكل اللي بترد الى وان ايتي كلينيك، ايه هي المشاكل اللي بترد الى هذا المكان وكيفيه معالجتها؟ طبعا زي ما حضرتك قلت في المقدمه، المشاكل بتنقسم ما بين الجلد وما بين الشعر. الامراض الجلديه طبعا واسعه وكتيره وغير متناهيه، لكن اكتر حاجه بتيجي هنا عندنا في العيادات انواع البشره المختلفه، وازاي نتعامل معاها، وازاي نخليها بشكل اجمل، وازاي نشوف عيوبها، وازاي نعالج العيوب دي. البشرات عندنا ثلاث انواع: البشره الدهنيه، البشره العاديه، البشره المختلطه، والبشره الجافه. كل نوع من انواع البشره دي لها طريقه التعامل بتاعها، وعلى حسب الكلاينت او المريض لما بيجي يشتكي حسب الشكوى بيتم المعالجه عندنا هنا في الكلينيك. عندنا حاجات كتير هنا في العياده بنستخدمها، عندنا الهيدرافيشيال، تنظيف البشره، عندنا التقشيرات، الميزوثيرابي، البلازما، الخيوط طبعا، والفيلر والبوتوكس، وعلى حسب الكلاينت او البيشنت قدامي انا بختار له الانسب اللي يخليه في شكل اجمل، يخليه راضي عن نفسه ومبسوط بالنتيجه. طب حضرتك تفضلتي وقلتي ان هناك ثلاثه انواع من البشره، واربعه: البشره الدهنيه، البشره الجافه، البشره المختلطه، البشره الطبيعيه. ايه اكثر انواع الشكوى اللي بترد الى وان ايتي كلينيك؟ اكثر الانواع شكوى البشره الدهنيه، يعني دي اكثر حاجه مزعله كل الناس، ومش هنقول عيوبها بس مشاكلها كتير شويه. اكتر نوع بيحتاج الاهتمام شويه، واكتر نوع يمكن بيحتاج اجهزتنا هنا في العياده شويه عن باقي الانواع الثانيه. بيقولوا ان هي من مميزات البشره الدهنيه ان هي بتخلي فيه شباب دائم، يعني الدهن اللي بيبقى موجود ده ما بيبقاش فيه، يعني تقدم العمر بيبقى لا مش باين عليه، مش واضح. بالظبط كده. هي اقل البشرات في ظهور التجاعيد، يعني تمام. كل البشرات الثانيه بتعجز بدري، البشره دي برغم صعوبتها وصعوبه التعامل معاها الا انها من احسن البشرات اللي بتدي دايما شكل صغير. ولكن هناك بيشنت بيجي عشان يعالج البشره الدهنيه؟ طبعا طبعا، هي مشاكلها شويه كتير. طبعا سن الصغير، تينيجر، المراهقين يعانوا البشره الدهنيه، دهون كتير، البشور السوداء، البشور البيضاء، المسام الواسعه، يعني مشاكلها كتيره شويه. وعلشان كده عندنا هنا في العياده احنا حاولنا نوفر اجهزه كتير ونوفر خدمات اكتر تساعد في علاج مشاكل البشره الدهنيه. ملاحظ ان احنا معانا بيشنت دلوقتي في العياده، دي بتعاني من ايه؟ البيشنت اللي قدامنا زي ما احنا شايفين بيشنت سنها صغير في فتره العشرينات. بتعاني من بشره دهنيه، مسام واسعه، روس بيضاء وروس سوداء، واثار حب شباب، يعني دي يعتبر معظم مشاكل ده طبيعي تقريبا. يعني ده الطبيعي في البشره دي بالذات. تمام. ويمكن علشان كده بنقول مشاكلها اكتر، او هي اللي بتيجي في العياده اكتر. تمام. دي مع حراره الشمس او مع الشمس مثلا بيحصل اسمرار في البشره، او في غمقان في بعض المناطق من البشره، فانت ممكن تعاني من هذا الامر، فعايزه تعالج تفتيح هذا البشره. مش يعني مش البشره الدهنيه بس، كل انواع البشره. كل انواع البشره. البشره الدهنيه اكتر حاجه بتتاثر فيها بالشمس، ان المسام بتتوسع اكتر، الدهون بتزيد شويه، بتبتدي يظهر حب الشباب، ودي اكتر مشكله بيعانوا لما بنتعرض للشمس فترات طويله. جميل. طب انا ملاحظ ان في جهاز جنب حضرتك، الجهاز ده بيشتغل ازاي، فايدته ايه، وبيعالج مثل هذه الحالات ازاي؟ تمام. الجهاز اللي قدامنا هنا جهاز الهيدرافيشيال، هو جهاز تنظيف البشره، من الاجهزه اللطيفه جدا اللي بتستخدم في العياده عندنا. ما معنى تنظيف البشره؟ يعني هنقول تنظيف عميق، يعني إزالة طبقات من الجلد سيئة أو الطبقات السطحية اللي احنا مش محتاجينها، أو اللي هي متعرضة لآثار الشمس والتراب والمجهود اللي بنعمله والعرق الموجود، كمان بننظف بيها المسام اللي احنا شايفينها دي، بنشيل البثور البيضة والبثور السوداء، بنعمل زي ريفريشمنت للبشره، بنعمل زي مساج لطيف لعضلات الوش، وده اللي بيخلي الدوره الدمويه تتنشط كويس، تغذي البشره،
المريض بيطلع حاسس ان هو يعني فريش، يعني في حاجه في تغيير، في تشينج يعني ما يعني قبل وما بعد يعني. كمان مناسب قوي قبل المناسبات، يعني تنظيف قبل المناسبه لو عندنا مناسبه ولا حاجه، حاجات لطيفه قوي اللي بتبين ان الوش مش مرهق مش تعبان، معلوش اثار الاجهاد اليومي. دي نعتبر المرحله الاولى، يليها مرحله اخرى اكيد. تنظيف البشره دايما احنا بنقول عليه ان هي حاجه بسيطه في مقدمات العنايه بالبشره. لا، في مراحل ثانيه طبعا. لو المريض بتاعنا محتاج، او انا شايفه كطبيبه ان هو لا مش محتاجين بس تنظيف، لا التنظيف ده هيكون مرحله اولى. لا انا محتاجه بلازما ميزوثيرابي، محتاجه درما. طب ناخد واحده واحده. ناخد واحده واحده. احنا بعد ما عملنا عمليه التنظيف للبشره عن طريق الجهاز ده، البلازما برضه عن طريق الجهاز ده ولا لا. جهاز تاني؟ لا طب هل يعني هنا الجهاز ده فقط لتنظيف البشره ولا ليه كم مرحله؟ لا هو ليه طبعا، هو فيه كذا مرحله. ما احنا عايزين يعني نعرف يعني اول مرحله، ثاني مرحله، ثالث مرحله. هو من الحاجات اللطيفه اللي يعني تقريبا 8 مراحل او 10 8 مراحل. تمام. كل مرحله فيهم لها علاقه بتنظيف البشره، يعني مش هنقول ان البلازما لها دور في الجهاز ده، لا هو البلازما وضعها او مرحلتها بتيجي بعد التنظيف، بعد الجهاز ده، بعد الجهاز. تمام. ده مش مع الجهاز ده. تمام. الجهاز ده معلي ان هو هيساعدني او هيمهد لي الطريق ان انا اعمل الخطوه اللي بعدها، سواء كانت بلازما ميزوثيرابي اي حاجه تانية هنعملها عشان نحسن من البشره او نعالج العيوب او المشاكل الموجوده في البشره. تمام. تاني مرحله بقى من بعد التنظيف، تاني مرحله ايه؟ على حسب بقى البشره، على حسب البشره. تمام. على حسب الوضع احنا بنختار، بنبتدي نختار بقى. لو والله البشره دي لا محتاجه ان انا استخدم معاها ميزوثيرابي ودرما بن مثلا، هو ما معنى الميزوثيرابي برضه عشان الساده المشاهدين يعرفوا ايه الميزوثيرابي؟ في ناس بتسمع كتير قوي عن الميزوثيرابي. هل في حقن مثلا موضوعيه للاماكن، ولا بمعنى ايه كلمه ميزوثيرابي؟ الميزوثيرابي هي هنقول زي ادويه او امبولات فيها مواد مختلفه، كل ماده وليها شغلانه او كل ماده وليها وظيفه احنا بنستخدمها على حسب المشكله اللي قدامي. الميزوثيرابي حاجات كتير، في ميزوثيرابي التفتيح لما يكون البشره فيها تصبغات او بتعاني من تغير في اللون، في ميزوثيرابي للنضاره، في ميزوثيرابي لتكسير الدهون، يعني احنا بنختار نوع الميزوثيرابي على حسب الوضع او المشكله الموجوده قدامي. جميل. ودي برده حقن موضعيه، يعني حاجات بتتحقن في الجلد، طبقات الجلد المختلفه. طب البيشنت اللي قدامي هي محتاجه المرحله الاولى ولا ممكن تخش على الثانيه والثالثه ولسه لم يتضح الرؤيه بعد؟ لا طبعا هنعمل عمليه التنظيف نشوف بعد كده. بنحترم جدا قوي رؤيه المريض لنفسه كمان، هو حابب ايه، هو شايف ايه، واحنا بنوضح له كمان احنا شايفين ايه وهو ينفع او يستحق او يحتاج نعمل معاه. تمام. طبعا المرحله الاولى هتبقى تنظيف. تمام. وبعد كده بنشوف هي محتاجه، هل هو محتاج فعلا مرحله ثانيه وثالثه ولا مش محتاج؟ بالظبط. جميل جدا. يعني الامر سيستماتيك شويه. جميل جدا. اعتقد ان هناك اكثر من جهاز هنا في 180 عشان برضو نشوف كل جهاز وازاي بيعالج المشكلات اللي هي ممكن تكون موجوده والمريض عايز يتخلص منها. تمام. ننتقل الى جهاز اخر. نتواصل مع الدكتورة نهى السيد أخصائي التجميل والعلاج بالليزر والجلدية في جهاز آخر من الأجهزة 180. دكتورة نهى، شايف وراء حضرتك جهاز ده، حضرتك قلت لي ده جهاز الليزر، أعرف تخصصاته إيه وبيعالج إيه بالظبط؟ تمام. اللي معانا هنا في العيادة ساينشور إليت، ده جهاز ليزر عبارة عن نوعين من أنواع الليزر، الأليكس والإنديات. وظيفته الأساسية إزالة الشعر بجانب وظائف أخرى زي إزالة الأوعية الدموية، إزالة الهالات النقط السوداء اللي بتبقى في المناخير اللي هي البلاك هيدز الموجودة هنا أو في الوجه عموما. من الأجهزة الكويسة جدا، الألم فيها يكاد يكون مش موجود، من الأجهزة اللي فعاليتها عالية جدا ومناسب لجميع أنواع البشرة. جميل. طب البيشنت اللي قدامي يعني ايه، بتشتكي من ايه بالظبط؟ هي البيشنت جات العياده كثافه شويه زياده في الشعر في الجسم، واحنا هنعمل جلسات ازاله الشعر
الجسم كامل. تمام. احنا بنعرف طبعا ان لو كان رجل يعني عنده كثافه في الشعر ما فيش مشكله. تمام. لكن لما بيحصل ان يكون بنوته مثلا على دخلت جواز وش جواز او اي امراه عامه ما تحبش ان يكون ليها شعر. لو ما بتيجي هنا ال180 والجهاز ده، الجهاز ده بيشيل بيزيل الشعر تماما ولا ممكن بعد مثلا مرور عام او عامين او ثلاثه بيبتدي يظهر مره ثانيه؟ هل ازاله الشعر بكليه ولا بيرجع يظهر مره ثانيه؟ احنا نقدر نقول ان مش هنقدر نقول 100% ازاله، ولكن ازاله بنسبه كبيره جدا تصل مع بعض الناس 90% الشعر مش موجود. بس ده طبعا بعد كورس كامل من الليزر بيتم بنحدده للمريض على جلسات بسكادجول معين. بعدها المريض تقريبا الشعر على ما نيجي نشوفه مره ثانيه بيكون عدى سنه سنه ونص على ما تعمل جلسه تكميليه مره اخرى، بحيث ان احنا نرجع الشعر اول باول، يعني ما نستناش لما يظهر بكثافه مره ثانيه، مع انه برضه مش هيظهر بكثافه مره ثانيه. حتى ظهوره في المره الثانيه بعد الكورس الكامل بيكون شعرها خفيفه جدا، مش مرئيه، مش زي كثافتها قبل جلسات الليزر. الكورس الكامل تقريبا كام جلسه؟ تقريبا من 6 لـ8 جلسات، تختلف طبعا من شخص لاخر بزياده او بنقصان. نعمل تقريبا بمعدل جلسه كل شهر شهر ونص. يعني حوالي 8 شهور بالظبط كده. حوالي 8 شهور وبعد كده النتيجه بتبان، ممكن تقعد سنه سنتين ثلاثه ما بيظهرش. ده شيء جلسه تجميليه مره ثانيه. ده شيء جميل جدا. يعني البيشنت اللي قدامي ان هي بتعاني من كثافه في بعض المناطق في جسمها، يعني من الشعر، المناطق الجيكيين، المناطق تحت الابط، يعني المناطق المعروفه عنها الكثافه. تمام. بيعالج ايه تاني؟ بيعالج بعض الشعرات الدمويه اللي بتبقى ظاهره سواء في الوجه او في الرجلين في القدمين. بالظبط. من الحاجات الكويسه جدا اللي بيعالجها برضو وبالتالي بتبقى. وبالتالي الدوالي ولا ملوش علاقه بال الدوالي؟ بس بديجري معين يعني كل دوالي. ممكن يكون بدايه يعني بدايه من الدوالي، حاجات بسيطه، حاجات صغيره ليها ديجري معين احنا بنكون عارفينها وعلى اساسها بنستخدم الليزر او بنحولها لعلاجات اخرى من علاجات الدم. تمام. تفضلت بتقولي في انف، يعني في حاجات في الانف كده بيعالج، في خاصيه بسيطه جدا بيعالج الرصاص والارتداء في الانف او في الدقن عن بعض الناس سواء رجال او نساء. حاجه كويسه جدا بيتعمل الجلسه دي فعلا بتفرق معانا. تمام. وايه تاني؟ وازاله الشعر والاوعيه الدمويه. والاوعيه الدمويه يعني هو ده الجهاز المتخصص لازاله الشعر والاوعيه الدمويه وبعض البثور او الحاجات اللي بتبقى في الانف او في الدقن او الكلام ده. تمام. دكتوره متشكر جدا لحضرتك، فعلا اجهزه جميله جدا في 180، فان شاء الله يكون في خير جدا لناس كتير جدا وعندهم امل ان هم يكونوا يوصلوا الى حاله من الجمال في البشره، في تساقط الشعر، في ازاله الشعر وهكذا. شكرا لحضرتك فعلا. شكرا. الله يخليك. شكرا. مشاهدينا الكرام، بعد أن التقينا بمشاكل البشرة ومشاكل الجلد وتساقط الشعر وكثير من مشكلات البشرة، نلتقي بجزئية مهمة جدا ألا وهي السمنة. السمنة اللي بتشغل بال كثير جدا من الناس سواء كان رجال أم نساء، وهي السمنة وكيفية التخلص من الوزن الزائد. والآن نتعرف بالدكتور المتخصص في موضوع السمنة وإنقاص الوزن. تعرف بحضرتك؟ أنا دكتور أحمد مختار، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، دبلومة التغذية العلاجية ودبلومة العلاج الطبيعي لأمراض ومشاكل العظام. جميل جدا. لما بيجي لك مريض يقول لك أنا وزني زايد، بتعرف إزاي إن هو وزنه زايد؟ عنده سمنة مفرطة أو
سمنة عادية أو عنده سمنة موضوعية في بعض المناطق من الجسم، تعرف إزاي؟ عندنا حاجة اسمها مؤشر كتلة الجسم. مؤشر كتلة الجسم دي أنا بحسبها بالوزن الشخص ده بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر، بيديني رقم. كل شخص رقمه مختلف عن التاني. لو الرقم ده عايزين نقول السمنة، احنا عندنا من 24.5 لحد 29.9، ده بعتبرها زيادة وزن مش سمنة. عندنا من أول 30 ل 34.5 دي بعتبرها سمنة درجة أولى. من 34.5 لحد 39.9 بعتبرها سمنة درجة ثانية. فوق ال 40 دي سمنة مفرطة أو بنسميها احنا قاتلة، سمنة قاتلة. طيب ملاحظ ان في بيشنت موجود معاك هنا في العياده، حضرتك انت قست مربع كتله الجسم ولقيت ايه؟ عندها سمنه مفرطه ولا سمنه زياده؟ ولا عندها زياده وزن. زياده وزن. طبعا دي علاجها هيختلف عن اي علاج اخر، يعني مثلا هيختلف عن اللي عنده سمنه مفرطه. تمام اكيد. تمام. هي دلوقتي عندها زياده وزن بسبب حاجات كتير، اللي هي العادات الخاطئه بتاعتها، ما بتمارسش رياضه بطريقه كويسه، الاكل بتاعها مش صحي يعني بطريقه سليمه، الاكل بتاعها فيه لخبطه شويه في الاكل والمواعيد. ممكن مثلا في فاست فود مثلا، الوجبات السريعه. الوجبات السريعه كل ده بيأثر، وكمان قله ممارسه الرياضه. تمام. دي بتخلي في زياده وزن شويه. تمام. حضرتك لما بيجي لك مريضه زي اللي موجوده معايا دلوقتي في العياده، انت بتبتدي معاها علاج ازاي؟ هل دايت معين ولا بتخضع تحت علاج للجهاز اللي انا شايفه ورا حضرتك ده، ولا بتبتدي معاها ازاي؟ تقول لها مارس رياضه وما تاكليش، ولا ايه بالظبط اللي انت بتعمله؟ نبدا اول حاجه بنغير اللايف ستايل بتاعها، اللي هي تخش في الرياضه، ما يبقاش فيه الشخص ده يبقى قاعد على طول ما بيتحركش. فاهم حاجه عندنا اللايف ستايل يتغير، فاللي هي ممارسه الرياضه والشخص ده يتحرك كل يوم، يمشي نص ساعه. وبعد كده بنبدا دايت. نظام الدايت ده انا بحسبه وبعرف السعرات اللي هي محتاجاها واقلل عنها شويه. تمام. فبنبدا رقم واحد اللايف ستايل موديفيكيشن، اللي انا بعدل اللايف ستايل بتاعها. رقم اثنين الدايت، وبعد كده التمارين اكسرسايز. بس ساعات بنعمل لها ايروبيك اكسرسايز، اللي هي المشي والجري والسباحه والكلام ده كله، دي بتبقى في الاخر شويه. تمام. ما ببداش بيها. يعني الخطوات اللي حضرتك انت بتعملها دي بتؤدي الى فقدان الوزن، يعني هي مثلا سي مثلا بتجي لك وزنها 80، فانت بالخطوات دي يبقى مثلا وزنها مثلا 70 في خلال شهرين او الكلام ده. تمام. امتى نستخدم الجهاز بقى اللي ورا حضرتك؟ لما بنخلص كل حاجه. ساعات بيكون عندنا سمنه موضعيه، يعني مكان معين في الجسم في نسبه ترهلات شويه او دهون شويه زياده، زي مثلا البطن او الردفين او كده، الارداف او البطن او منطقه الترايسبس اللي هي الدراع. الدراع. فدي بنستخدم معاها يعني الوسائل العلاجيه المختلفه كاجهزه. بنبدا عندنا اجهزه زي الكرايوثيرابي، ده جهاز تبريد، العلاج بالتبريد. درجه الحراره ساعتها بتنزل من ماينس 8 لماينس 5. كويس. يعني تحت الصفر ماينس 8 لماينس 5. كويس. ده بالتبريد. دي بيبرد الخلايا، والخلايا دي بتموت، الخلايا الدهنيه دي بتموت، والجسم بيتخلص منها بعد كده عن طريق الكبد. تمام. عندنا جهاز الكافيتيشن، ده بنستخدم موجات صوتيه او فوق صوتيه. تمام. ده مسؤول عن تكسير الدهون، الكتل الصلبه من الدهون بيكسرها يحولها الى كتل سائله، فالسوائل دي بتخرج من الجسم عن طريق الجهاز الليمفاوي وعن طريق البول والكلام ده. تمام. في حاله البيشنت اللي موجود قدامنا، لو حد بقى جاله عنده سمنه زياده مفرطه، يعني وزنه مثلا 140 150 فيما فوق، ايه الخطوات اللي انت ممكن تعملها في انقاص وزن هذا المريض؟ نفس الكلام، بس مع الشخص ده في حاجات بتتغير شويه. ان الشخص ده انا يعني ممكن استخدم معاه ادويه شويه او اعشاب، بحيث ان انا يعني بضيف الادويه والاعشاب مع الشخص ده. يعني بنمشي اول حاجه برضو اللايف ستايل موديفيكيشن، وبنمشي على نظام دايت، وبعد كده بنمشي على الاكسرسايز التمارين، وبنضيف في الاخر الادويه مع الاعشاب. تمام. يعني وان ايتي كلينك يكون في مستقبل مبهر وامل كبير جدا لمرضى السمنه المفرطه. اكيد مرضى السمنه والنحافه، وبنستخدم نشتغل مع تغذيه الرياضيين والمشاكل العديده اللي بتيجي مع السمنه. في اشخاص كتير ما بيبقاش عندهم سمنه فقط، بيكون عندهم سمنه مع ضغط ومع السكر. فاحنا بنبقى في الحالات دي بنبقى عايزين نوصل لحاجه اسمها الهيلثير ويت، مش الايديال ويت. تمام. انا عايز الوزن الصحي للمريض، للشخص اللي جاي لي ده، بحيث اللي هو ما يعني الوزن الصحي بتاعه ده اللي هو يعرف يعيش، يلاقي تحسن في الكواليتي اوف لايف بتاعته، يعرف يمارس حياته، ما يبقاش فيه كسل، يعرف يمشي، ما يبقاش فيه مشاكل نفسيه زي الاكتئاب. فاحنا بنوصل للهيلثير ويت وليس الايديال ويت.
تمام. طب اجراءات بقى التعقيم والاجراءات الاحترازيه بعد ظل ازمه كورونا، هل ال180 كلينيك بيكون عنده خطوات لاجراءات احترازيه بحيث ان المريض لما يجي يكون مطمن واثق تماما في المركز هنا ان هو يجي وهو امن تماما؟ اكيد المريض والدكتور احنا يعني نلتزم بجميع الاجراءات، الكمامه وتعقيم السرير، وفي هنا معقم، وقبل ما حد يخش بيغسل ايديه، والدكتور نفس الكلام، ما بين الحاله والحاله بنغير المناديل والحاجات دي كلها، ف ملتزمين بالاجراءات الاحترازيه كويس. كويس جدا، انا اشكرك يا دكتور احمد، شكرا جزيلا، مشكر جدا، ونتمنى الشفاء لكل الناس ان شاء الله. شكرا. شكرا. مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة وجمال، طبعا زي ما حضراتكم شايفين المكان مليان بالحضور، ومكان مليان برواد 180 كلينيك. فهنسأل بعض المتواجدين، مش كلهم طبعا. برحب بحضرتك فندم. خير، اتعرف بحضرتك. صافي ناز. اهلا بس استاذ صافي ناز. طب حضرتك كيت المكان، ايه اللي جذبك ان انت حضرتك تيجي المكان هنا؟ بالحقيقه دخلت على البيج بتاعتهم على الفيسبوك، لقيت في عروض للافتتاح لطيفه، فجيت اشوف حاجات معينه عايزه اعملها زي تنظيف بشره زي ليزر، فلقيت ان العروض لطيفه قوي والاسعار مناسبه جدا، يعني اكتر من اماكن تانية كتير. احنا بنتكلم اهم حاجه الاسعار مناسبه، لان في اماكن زي كده كتير جدا منتشره في القاهره وفي الجيزه وفي جميع المحافظات. انت حضرتك شايفه ان العروض هنا يعني تناسب الدخل المتوسط؟ والله هي العروض كمان حلوه جدا في العموم، لكن كمان عروض الافتتاح فوق الممتازه، فطبعا دي حاجات تشجع ان الواحد يبدا معاهم ان شاء الله. طب مشكله حركه كبيشنت ما هنا في المكان، هتعمل ايه بالظبط؟ يعني انا هعمل تنظيف بشره، وممكن بنتي هتعمل ليزر. نلتقي مع احد الحضور ل180 كلينيك ونسالها ونتعرف عليها. تعرف على حضرتك؟ مدام عايده. مدام عايده، حضرتك عرفت المكان هنا ازاي؟ عن طريق واحده صاحبتي. عن طريق واحده صاحبتك، ايه رايك في المكان؟ لا ما شاء الله، ربنا يوفقها باذن الله ان شاء الله. حضرتك جايه ليه؟ تنظيف بشره وليزر. تنظيف بشره وليزر، شكرا حضرتك يا فندم. مساء الخير، نتعرف بحضرتك؟ سماح. مدام سماح، حضرتك عرفت المكان ازاي؟ عن طريق صديقتي. عن طريق صديقتك. في بيج كمان على الفيسبوك للمكان. لسه جميل بصراحه، والعروض بتاعتها. تمام، ايه العروض اللي حضرتك شفتيها مناسبه جدا؟ هي كل العروض مناسبه، كل العروض كويسه، بس انا جايه عشان دايت، اعمل تخسيس. شايفه حضرتك ان انت يعني في عايزه تنزلي شويه من وزنك او الكلام ده؟ شويه. واثقه في المكان ان هو فعلا يكون بالدور المنوط بيه؟ طبعا، النظافه جميله جدا، والاجهزه كلها على احلى مستوى، يعني كله كمان. شكرا لك، ان شاء الله بالتوفيق يا فندم. شكرا. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الصحة والجمال، قناة الصحة والجمال التي تهتم بالصحة وأيضا تهتم بالجمال. وكنا النهاردة في 180 كلينيك الذي فعلا يهتم بالصحة ويهتم بالجمال. الصحة في الدايت وفي التخسيس، لأن احنا عارفين طبعا أن السمنة هي رقم واحد ويليها التدخين من الأضرار اللي ممكن تؤدي لحدوث أشياء كثيرة جدا ومشاكل لا حصر لها لصحة الإنسان.
فوان ايتي كلينيك من الأماكن التي يكون فيها العلاج لعلاج السمنة فعلا يؤدي إلى رشاقة مطلوبة وإلى جسم مثالي وإلى جسم رشاقة وإلى جمال وإلى رشاقة مطلوبة لكل رجل أو كل امرأة. أيضا يهتم بمشاكل البشرة، وان إيت كلينيك يهتم بمشاكل البشرة جميعا بكل أنواعها، إن كانت دهنية أو مختلطة أو جافة أو طبيعية. وأيضا يهتم بكل الأمراض الجلدية، فهناك متخصصون للأمراض الجلدية والليزر أيضا. وان إيت كلينيك من الصروح التي تحل كل مشاكل التي تؤدي إلى نفسية محطمة، ناس عايزة تخس يبقى نفسيتها مش تمام مش مظبوطة، إن شاء الله وان إيت كلينيك تحل هذه المشكلة. مشاكل في البشرة، مشاكل تساقط شعر، مشاكل جلدية كثيرة بتحلها وان إيت كلينيك. وكنا مع حضور وسألنا حضور عن المشكلات اللي بيعانوها، وقالوا ان احنا واثقين جدا في وان إيت كلينيك، وكلنا ثقة بان هذا الصرح العملاق ان هو هيحل لنا مشاكلنا سواء في تساقط شعر او في امراض جلدية او في تخسيس او في مشاكل البشرة. في ختام هذه الحلقة لا يسعني الى ان اقدم التهاني واتقدم بخالص الامنيات والسعادة والرزق الوفير، وايضا التوفيق ان هو يكون صرح هائل في حل كل هذه المشاكل التي يعاني منها كثير من الناس. في ختام هذه الحلقة ليس عني ان اشكر حضراتكم ايضا، وان شاء الله مع اطيب امنياتي وارق تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.